مساء الخير بأجمل عيلة وأجمل ناس في الدنيا. النهاردة موضوع مهم أوي ويشغل بال الكثير أوي وهيساعدنا أوي. هوضح في البداية كده على ما نتجمع وأقول إحنا اتفقنا طبعا لما العدد بيزيد على الانستجرام هنعمل لايفات أكتر وهنهتم بالانستجرام أكتر. عشان كده بدعو اللي ما اشتركش يشترك، حتى أصدقائنا اللي هيشوفوني على اليوتيوب والفيسبوك يا ريت تشتركوا، لان مش كل اللايفات او الحلقات اللي هننزلها على الانستجرام بالضروره يعني ان احنا هنعيدها بعد كده وننزلها على اليوتيوب او الفيسبوك، كمان عشان تقدروا ان انتوا تدردشوا معانا لو عندكم سؤال وتحضروا اللايف في ساعته يعني او في وقته. فاللي عنده رابط انستجرام او اللي يقدر ان هو يعمل يا ريت ينضم لنا، وانا هكون برضو لو انت بتشوفنا على الفيسبوك بعد ما نخلص اللايف او على اليوتيوب هتلاقيني سايب الرابط في التعليقات او وصف الفيديو. انا اتمنى كل اصدقائي يشتركوا، واللي ليه صاحب اللي ليه قريب اللي ليه حد يعني يضموا لينا عشان يكون الموضوع فيه متعة اكتر والفة اكتر. وهنتكلم في موضوع مهم قوي واحنا خلاص بدأنا نتجمع بسرعة، وانا برحب بيكم ويا ريت كمان الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. واللي ما اشتركش بقى في القنوات اليوتيوب او الفيسبوك يا ريت يشترك، وتعالوا بينا نبتدي كده. هنبدا من الاقل حبا للانثى اللي بتتجاهله للاكثر وتوقعه، اكتبوا لي كده ونشوف مين الاذكى. يمكن انا اول مره اعمل لايف توقعات يعني، وندوس لايك كده في البدايه. برضو نسيت اقول لكم في المركز الـ12 حد هيتوقع معايا هو رجل برج القوس. وانا عايز اقول حاجة، مش معنى التجاهل، اصل في ناس فهمت التجاهل غلط، ان انا لا اتعامل مع الشخص ولا اكلمه واقطع المعاملات معاه. انا قلت، انا وضحت، عملت حلقة عن التجاهل وقلت التجاهل مش كده خالص، لا انا هتكلم واتعامل والدنيا تمام مع الرجل، ولكن بتقل بهدوء بعدم تسرع، كل حاجة تدريجي بحتة غموض في النص كده، مش هجيب اللي عندي مرة واحدة، مش هنبهر قوي، مش هبقى واو قوي كل ما يقول لي حاجة او يبقى شيك النهاردة او يعمل حاجة يعني فاهمين، مش هبقى مندفعة في مشاعري انا كأنثى. مين الرجالة بقى اللي بتحب كده؟ وكل ما الأنثى تتمرس في كده تتعلق بيها اكتر، اقلهم هو القوسي. رجل برج القوس اللي بيجي في المركز الـ12، حد توقع انه هيجي معانا في الـ12؟ هو الرجل ده خارج التصنيف يعتبر في حلقة. مستعجل، عايز بسرعة، يلا ننجز، ما عندوش صبر بقى على المعاملة دي قوي. لذلك لو حظك في رجل قوس ما تطوليش فيها قوي، لانها ممكن تخسره لك لو انت زودت فيها قوي. يبقى خلاص رجل القوس في الـ12 اعلى منه الاسد. الأسد لا يقبل ولا يسمح ولا يعترف إن الأنثى اللي هتعمل معاه كده هتعجبه، بالعكس ممكن يعاملها هو كمان بالمثل وتخسر العلاقة. أو يعتبر مقارنة برجال الأبراج التانية بيجي معانا في المركز الـ11، الرجل برج الأسد من الرجال برضو اللي عايزة كل حاجة بسرعة. يعني اتكلمنا بقى، ما تقعديش تطولي قوي وتدقاي قوي وانجزي، وبرضه خلي العملية في المعقول يعني في حتة التجاهل دي. ما دخلناش بقى في الأبراج اللي هي عايزة تجاهل صرف، عايزة تجاهل حقيقي، عايزة تقل كبير قوي وعايزة تأني كبير قوي. رجل الجوزاء في المركز العاشر، وبدأنا نخش في الجد شوي. رجل برج الجوزاء بيجي معانا في المركز العاشر، برضو مستعجل، برضو متسرع، برضو عايز ينهي، برضو الأنثى اللي بتزود وتتفنن قوي في التجاهل ما تلدش عليه زي ما احنا بنقول، ما تاكلش معاه قوي، ما يستحملش هو النظام ده قوي لو هي زودت فيه، لو هي افورت فيه. يعني احنا عايزين نقول ان التلات رجال دول يعتبروا خارج او اقل بقى، مش هنقول خارج، لان كل الرجال بتحب حتة تقل كده في الأنثى بالذات في البداية او من حين الى اخر. خلاص كده 12 11 عاشر، وهنبدأ نخش في المركز التاسع بقى في منطقة وسطى برج الحبيب. برج الحبيب بيجي في المركز التاسع اللي هو برج الحمل الناري. رجل الحمل بيجي في المركز التاسع، بدأنا بقى نخش في منطقة وسطى، عايزين برضو ايه سن التجاهل كده. وانا وضحت بقى التجاهل مش تقطع المعاملة كلها والتعامل، ده انا عامل حلقة كاملة عامة هبسيبها لكم في وصف الفيديو في التعليقات اللي عايز ان هو يسمعها ويفهم المعنى الحرفي وصنعة التجاهل بتبقى ازاي. رجل الحمل برضو يعني ايه في منطقة وسطى، يعتبر هو بقى بين البنين
ولكنه يميل للرجال اللي هي يعني ايه، ما عندهاش صبر قوي، وفيها شوية من عنجهية رجل برج الأسد شوية، والموضوع بيخنقها وبيزهقني. يعني انا ممكن، انا برضو عايز الانثى اللي معايا تبقى ايه، مرنه شويه. ما في رجال عايزاها مرنه مرنه، وفي رجال عايزاها يمدحوا هما الاتنين مع بعض، اتقل ونتقل وتجاهل ونتجاهل ونمشي مع بعض ونتعرف في سنه ونحب بعض في سنه ونتخطف في سنه ونرتبط في سنه. في رجال كده طبعها كده. اذا الحمل في المركز التاسع ورجل برج الميزان، وبدأنا نخش في الجد في الثامن. حد توقع رجل برج الميزان في الثامن؟ رجل برج الميزان بين البنين، يعتبر حرفيا زيه زي الراجل اللي هيجي فوقه، او زيه زي الراجل اللي هيجي بعده. فرجل برج الميزان من الرجال اللي فيها شوية حتة فضول، وحتة حب الفوز بالمنافسة، وحتة النفس الطويل إلى حد ما، وحتة الغرور شوية اللي ممكن التجاهل بتاع الأنثى يعمله أو يوضحه ليه، فده ممكن يعمل شوية جذب معه. إنما كل الرجال دي في منطقة، ورجل برج الحوت اللي في المركز السابع يعتبر في منطقة تانية تماما، إنجاز التعبير. رجل برج الحوت بدأنا بقى نخش في الجد، ويعتبر أول كده الرجال حرفيا اللي ممكن تتشد أوي وتهوس أوي وتعجب أوي بالأنثى اللي هي بتتجاهلهم وفاهمة يعني إيه تجاهل. رجل برج السرطان أعلى منه في المركز السادس، ونخش في الجد وجد الجد، وندخل في موضوع حلقتنا اكتر واكتر. الرجل ده ما بيحبش اللي هي متسرعة، اللي هي مندفعة، اللي هي عفوا عايزة كل حاجة بسرعة، اللي هي بتجيب كل اللي عندها، اللي هي ما عندهاش الغموض ولا بتفهم فيه، اللي هي مش تقيلة يعني، ما تاكلش معاه قوي، ما تشدهوش قوي، والعكس صحيح، نمشي مع بعض كده واحدة والتانية، الدنيا تبقى حلوة وتعلق بيها أكتر وأفكر فيها أكتر، وممكن أحبها وممكن أتجنن عليها، والتقل صنعة زي ما احنا بنقول. ومن أول الحوت ورجل السرطان هي دي الأبراج اللي تهيم، ممكن بدأنا بقى تهيم وتنجذب جدا للأنثى اللي بتتعامل بتجاهل. رجل برج الدلو اللي في المركز الخامس، احنا كده بنعلى وبندخل أكتر في موضوع حلقتنا، خماسي خط النار. اكتر خمس رجال انت كأنثى لو بتتعاملي معاهم، دي نصيحة عشقا للمرأة اللي هي عندها حتة التجاهل. والاصل رجل برج الدلو، لو انت جبت كل اللي عندك وفي 3 4 ايام اسبوع بحبك وتعلقت بيك، بيتخلي وبيزهق وبيقول يعني، في رجال كده ما تحبش الحاجة اللي تيجي بسرعة. ده في الأول الحاجة اللي تيجي بسرعة. ده في الأول نسبل لبعض، وبعدين تجمعنا صداقة، وبعدين أنا أبدأ أقول لك أنا بحب أتكلم معاكي وأنت تتقلي، وبعدين مرة تبدأي أنت كمان تقولي لي وحشتيني غبت ليه عني، وبعدين أعترف لك بالحب فتقولي لي استنى شوية أما أفكر. هو بيحب كده حتى لو بين عكس كده يعني، فهو رجل برج الدلو بيحب كده. كل الرجال دي بقى في منطقة ورباعي خط النار، في منطقة تانية خالص. حد توقع الرجل اللي هيجي معانا في المركز الأول؟ عامة رجل برج العذراء بيتربع على عرش المركز الرابع. دي الأربع رجال اللي بتحب المرأة، اللي تتعامل بفلسفة وفن التجاهل، هو الموضوع بدرجات. دول أكتر 4 رجال يحبوا الحتة دي، أو يحبوا الأنثى اللي فيها الصفة دي، أو اللي فلسفتها كده، ويحبوا كل حاجة على مهلها وبالراحة وبتأني، ويدرسوا الأمور أوي ويشلوا الأنثى اللي معجبة بيهم أوي. رجل برج العذراء ممكن يشلك، مفيش أي مشكلة، ممكن تفضلوا إن انتوا تتكلموا سنوات وعادي، كل ده هو لسه بيدرس شخصيتك وبيدرس مشاعرك وبيتأكد من مشاعره
هو منجذب ليكي ولا لا، انت هتنفعله ولا لا، وعليكي ان انت تتحملي. يعني هنعلى اكتر ونخش في النار والاصعب اكتر واكتر، ورجل اكتر يعشق الانثى اللي بتتجاهله، انجاز التعبير. وقلنا برضو دايما نركز على كلمة التجاهل المقنن، التجاهل الحقيقي. اسمعوا الحلقة عشان تفهموا رجاء انا قصدي ايه بحتة التجاهل دي. العقرب المائي، العقرب حرفيا الانثى المندفعة المتسرعة المدلوقة، يسيبها ويشوف غيرها. هي كده شخصيته كده، وما تزعليش منه لو عمل كده، لانك اللي ما فهمتيش طباعه من البداية. لازم تكوني عارفة شخصية الرجل اللي بيتعامل معاك. رجل برج العقرب في المواضيع اللي زي دي بيجي في المركز الثالث، يعني واحد من أقوى رجال الأبراج على الإطلاق اللي تعمل لها انجذاب كهربائي أو كهربي في دماغها الأنثى اللي تتجاهله واللي تتأنى عليه واللي تتقل عليه. ويا سلام اللي تتعامل بشوق ولا تدوق، يا سلام. أنثى بالمواصفات دي هي فتاة أحلام رجل برج العقرب. لكن في رجل تاني أعلى منه وأقوى منه في الموضوع ده وأشد هوسا منه، رجل برج الطور اللي بيجي في المركز التاني. رجل برج الطور باله طويل قوي في المواضيع دي، وعايز الأنثى المتزنة قوي واللي ما بتنبهرش قوي لما يعمل حاجة، واللي مش مشاعرها سبقاها، واللي مش كل حاجة ورياكشناتها باينة عليها، ويحب اللي تخفي أكثر مما تبدي. خلي بالكم، ودي صفة يشترك فيها كل رجال القمة في حلقة النهاردة، الأنثى بالذات في البدايات اللي تخفي أكثر مما تبدي هي اللي ما تخلهمش يناموا الليل، هي اللي تخليهم مش عارفين يناموا من كتر التفكير والقلق والتعلق والانجذاب والهيام والشوق والشوق. قول كل اللي انت عايز تقوله لما تتكلم عن النقطة دي. أكتر رجل وأشد رجل ومتصدر المركز الأول في حلقة النهاردة هو رجل برج الجدي الترابي. أكتر رجل في الرجال كلها اللي ممكن يهوس ويتجنن ويهيم ويبقى مجنون باسمها. فاكرين مجنون ليلى؟ سموه مجنون ليلى ليه؟ لما عمها أخدها ورحل كان بيطوف بالليل على الديار، كل بيت كده يخبط فيسألوه مين، يقول لهم ليلى موجودة كل ليلة من كتر ما هو عايزها، فسموه مجنون ليلى. قيس طبعا. فالجدي يعمل كده مع الأنثى اللي تتعامل معاه بالفن ده، بس تكون فاهمة كده. معانا كل رجال الأبراج، ولو شايفين الحلقة دي مفيدة يا ريت تدوس لايك ونشيرها على قد ما نقدر، بالذات أصدقائنا اللي لسه بقى هيشوفوها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ولو حد عنده أي سؤال بسرعة كده قبل ما ننهي اللايف الأول، قولوا لي إيه رأيكم في الحلقة وإيه رأيكم في الترتيب من وجهات نظركم. أنا بحب دايما إن أنا أقرأ آرائكم، واللي عنده سؤال أو استفسار في الحلقة يقول، أو بره الحلقة مفيش مشكلة. أنا هبدأ دلوقتي آخد تعليقاتكم، مش هنطول يعني 5 دقايق كده نرد فيها على أصدقائنا. أنا قلت كل الأبراج، اللي ما سمعش ممكن يسمع الحلقة من أولها. بشكركم جدا، كل أصدقائنا بتقول دلوقتي حلقة جميلة ومفيدة، هو ده هدفي إن أنا أسعدكم وأفيدكم يعني. وإن شاء الله أنا دايما بقول كل ما يزيد العدد على الإنستجرام هنعمل حلقات صدقوني ممكن يومية، هيبقى حاجة مشجعة كده، وأحس إن الناس متقبلة الجهد اللي إحنا بنعمله يعني. وأنا بكون سعيد جدا لما بتكلم معاكم فيس تو فيس كده يعني، وش وش. أنا بعتبر نفسي دلوقتي يعني أنا قاعد وأنتوا حواليا وقدامي وجنبي. اللي عنده سؤال يا جماعة، أنا أنثى أسد أحب اللي يتقال عليا ويتجهل. إحنا ما اتكلمناش على الإناث، إحنا بنتكلم عن الرجال دلوقتي. أنا قلت كل الأبراج. التوافق بين الدلوية خلينا يا جماعة الأسئلة في موضوع الحلقة عشان برضو ما نتوهش أصدقائنا، نخلي الأسئلة رجاء في موضوع الحلقة. يعني اللي عنده سؤال في موضوع الحلقة يقول وأنا معاكم هجاوب عليه على طول. شكرا. العفو يا لمياء، كل ما يجي منك عسل. تسلمي لي، ربنا يخليك. يا ريت تعمل حلقة، بالعكس حاضر نعمل عن النساء لو انتم
عايزين، بس انتوا كأنسة هتفيدك بإيه؟ ما أناش فاهم يعني، بس نعملها لو في عدد كبير عايز كده. لو حد يا جماعة عشان ما أطولش، لو حد عنده أي سؤال في موضوع الحلقة يقول. العكس خلاص، أنا شايف إن الناس يعني الحلقة الحمد لله كده كانت كافية ووافية وجاوبت تقريبا على كل الأسئلة. محدش عنده أسئلة في موضوع الحلقة، أنتوا في كتير بيقولوا اعمل الحلقة العكس، نعمل العكس ما عنديش مشكلة. الحمل قاعد كلامك عن الحمل، الحمل جه معانا في منطقة 9. النساء أحسن، نعمل أشياء عن النساء. جوزائية في برج عذراء حصل بينا كلام وبعدين بيراقب من بعيد، هيفضل يراقب معايا يعني حوالي 20 30 سنة كمان، فعادي هيفضل يراقب، فتحمل المراقبة بتاعته. هو كده لازم، إن ما شلكيش ما ينفعش، لازم رجل العذراء يشلك، فاستحملي بقى الشلل بتاعه ده. انا اعترفت الجدي بالحب ولم يجبني باي كلمه، ما هو بيتقل، وانا قلت ما فيش اي انثى تعترف بالحب الرجل، وانا قلت الاعتراف بالحب ده هو دور الرجل. ده انا عامل حلقه امبارح عن كده، قلت الانثى تشجع الرجل، ووضحت ازاي الرجل هو اللي يعترف، ما ينفعش ان احنا ناخد ادوار بعض، هي الفكره في كده. طيب هننهي يا جماعه بقى اللايف، وأشكركم جدا على المتابعة، تصبحوا على خير وإلى اللقاء.